مهمة جدا بالنسبة لي، لأنها تمكنني من اكتساب العديد من الخبرات والمهارات التي تساهم في أن يكون التعليم شامل، وتساعد أيضا ستيم الطلاب أن يكونوا أفضل في البحث العلمي والتفكير النقدي. أرى أن هذه التجربة ستكون مفيدة لنا وللعالم. لماذا؟ لأنه من خلال هذه التجربة الجميلة سنستطيع توفير الطاقة الكهربائية النظيفة وقليلة التكلفة نسبيا لجميع الناس. Thank you First Global. Thank you First Global. شكرا First Global لأنكم زرعتم الأمل في قلوبنا ورسمتم الابتسامة في وجوهنا. نتطلع جميعا أن نلتقي معا في سنغافورة.